يبدي من الأربعة شغلي، من الأربعة الصبح للعصر. هم هنا أني منطقة هي بالكرادة، هالكرادة يحبون خبزي، يعرفون خبزي يجون عليه. هذا الطحين اشتري من الوكيل او من الاهالي قرب فندق باب البداية، شارع الوزراء هذا. والله صار لي سنتين الظروف اللي خلتني اجي لهالشغلة الخبز، انا مش التخبز، انا اصلا مريضة تعبانة، بس انا على مود عيشة جهالي منطرة اشتغل هاي الشغلة. أنا هنا هذا قاعدة، هذا بيتي، أي قاعدة بحارسة يعني، وهنا مو ملك. لا لا مو ملكي، هو صاحبه مات أصلا صار له سنتين، وهسه أهله يردوه يقولون أنت قاطعة رزقنا، إحنا نريد نفلش نسوي محلات. قلت لهم وين أروح أقعد بالشارع أنا وذول الجهال؟ عندي ثمان جهال، أبوهم ما موجود يعني ما موجود، وأنا قايمة بيهم وبعيشتي. بداية كورونا كانت توزيع وزعة الناس هاي مال سلة ما سلة، أنا بعدها هنا بالباب يفوت بشر ما عندي ما حصل، أخذها أخذها حتى لو ما عندي غيرها، أخذها يا بوتي الله يبعث ربك يبعث، الحمد لله والشكر.